بكم مشاهدينا إلى وسط الخبر معي انتصار فتحي وعبد الحكيم بن عثمان، والبداية بالعناوين. بعد إجازة مجلس الدولة لعدد 28 مرشحا لشغل المناصب السيادية، هل سينتهي صراع دام لسنوات؟ والمناصب السيادية في ليبيا إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة أم ساع لحصد المكاسب؟ إذن مشاهدينا مرحبا بكم إلى برنامجنا وسط الخبر. وفي قضيتنا اليوم توافق نسبي بين مجلسي النواب والدولة حول المناصب السيادية، المناصب التي لطالما جرى خلاف حول متقلديها بين محاصصات مناطقية وأخرى سياسية لتيارات بعينها، فيما وعلى مدار سنوات طويلة يعقد ممثلو المجلسين جلسات لحسم أمرها وفي آخر المطاف اتفاق محدود. فهل هذه المرة ستكون الحاسمة؟ مجلس الدولة ومن جانبه قام بترشيح عدد من الأسماء على كل منصب وعرضها على مجلس النواب الذي يختار الأسماء النهائية ليصدر قرارات بالتعيين، كما أعلن رئيس الأعلى للدولة خالد المشري عن نتائج تصويت أعضاء مجلسه على المرشحين لتولي المناصب السيادية، ما أسفر عن إجازة 28 مرشحا لكل من رئاسة ديوان المحاسبة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصر في ليبيا المركزي ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل هيئة الرقابة الإدارية. نعم، إذن انتصار 165 مرشحا للمناصب السيادية الخمس سيعرضون برامجهم ورؤاهم سيرهم الذاتية عبر فيديو مصور سيقدم إلى لجنة قبول وفرز الأسماء أو إلى ديوان مجلس الدولة. رقم كبير بل مهول على مناصب لمؤسسات يطمح المواطن في أن تكون أكثر قربا إليه من صناع القرار بآليات تكون وفق آلية تكنوقراط لا بالمحاصصة. المحاصصة التي كانت وما تزال مبدأ معتمدا في ليبيا بمدة تجاوزت النصف قرن كأساس لتوحيد البلد، وتم أخذها بعين الاعتبار سواء في زمن الحكم الملكي أو في عهد النظام السابق لضمان تماسك البلد ووحدته على المستوى السياسي، غير أن حقائق الواقع فرضت خيارا وحيدا على أغلب متصدري المشهد السياسي هو ضرورة توزيع السلطة بين المكونات الرئيسية للبلاد، مراعين الاختيار على المحاصصة باعتماد مبدأ الكفاكة الكفاءة كشرط لها. نعم، فمن بوزنيغا المغربية والتي وقع فيها 26 عضوا من مجلسين النواب والدولة وممثلين عن كل من مناطق ليبيا الثلاث قبل عامين محضر اتفاق هو مبدئي على توزيع المناصب السيادية في البلاد بعد جولات متعددة من المحادثات يهدف إلى تقاسم المناصب في 7 مؤسسات سيادية بآلية التوزيع المناطقي وكذلك الترشح لها، إضافة إلى تفاهمات سابقة على المعايير ووفق الاتفاق. يكون اختيار المرشح لمنصب محافظ مصر في ليبيا المركزي من برقة وكذلك رئاسة هيئة الرقابة الإدارية على أن يمنح منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لمرشحين من المنطقة الغربية، فيما يخصص منصب رئيس المحكمة العليا وكذلك مكافحة الفساد لمرشحين من فزان. ووفق هذا التقسيم وبعد عامين ما يزال المجلسان يناقشان المرشحين لعدد من المناصب في معركة تدور ريحاها بين جدران قاعات الاجتماعات وردهاتها، علهم يصلون إلى تفاهم على اختيار للأسماء وهي بدورها تشكل هاجسا في قبول كل الأطراف بها في المشهد الذي يكرر نفسه بين كل حين وآخر، وإعادة تدوير للوجوه من جسم تشريعي أو استشاري إلى آخر تنفيذي أو حتى شرفي كسفير أو مبعوث، المهم يكون موجود في الصورة. نعم انتصار، إذن هذا المشهد كما يريح البعض فهو يبعث في نفوس آخرين غصة إلى حد الاشمئزاز من تصرفات وتهاتف لذات الوجوه على السلطة في عدد تدوير لم تنجح في ليبيا سوى حول المناصب.
فالمواطن المكلوم سئم ضياع حاله وسوء أحواله بسبب هذا الانقسام المرير في مؤسسات الدولة، ليأتيه من جثم على صدورنا لثمان وعشر واثني عشرة سنة في منصبه حتى الآن، ليتقاسم السلطة مجددا دون اكتراث الليبيين الطامحين في حاضر ومستقبل أفضل لبلدهم. بين رأي وآخر وتباين وجهات النظر، يظهر جليا أن ليبيا تحتاج إلى مخرج من أزمتها يبني شرعيته على قاعدة شعبية من خلال إجراء الانتخابات التي ستفرز جسما تشريعي ورئيسا مختارا من الشعب. أرسام هي من تتخذ القرارات المصيرية في كل الأصعدة وفق عدة اعتبارات، بعد انقسام أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية وتلاشي ملامح الدولة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع خلينا نستقبل ضيوفنا اليوم، كل من القانوني والباحث السياسي رمضان تويجر، وأيضا أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، والصحفي والباحث السياسي إدريس حميد. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. اسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور مجدي. دكتور، اليوم هل ستكون هذه الخطوة هي الخطوة النهائية لحسم مسألة الخلاف على المناصب السيادية بين المجلسين؟ مساء الخير، أحييكما وأحيي ضيوفك الكرام ومتتبعي قناتكم. في الواقع أعتقد أن هذه الخطوات هي لا يوجد توافق حقيقي بين مجلس الأعلى ومجلس النواب في ملف المناصب السيادية. قبل أن نقيم قانونية ودستورية هذا التوافق ومدى جدارته بالحقيقة لأن يكون هذا العمل هو عمل وطني بامتياز يخدم هذه المناصب حتى يؤدي خدمة للمواطن. مجلس النواب كان قد شكل لجنة استقبلت ملفات وعملت على مخرجات بوزنيقة 2، وأحالت الملفات أو قوائم هذه الأسماء التي اجتازت إلى مجلس الأعلى للدولة ليتم فرزها ويختار منها سبعة يحيلهم إلى مجلس النواب ليتم التصويت على الأفضل من بينهم لاختيارهم في هذه المناصب السيادية. مجلس النواب يريد أن يعمل على جميع المناصب، يعني مش منصب يعمل عليه مجلس الأعلى للدولة ويصوت عليه ومنصب يعمل عليه مجلس النواب ويتقاسموا فيما بينهم. هذه رؤية مجلس النواب، يعني مجلس النواب لا زال متشبثا بهذه الرؤية. المجلس الأعلى للدولة سار في طريق آخر، أخذ صوت على اعتماد مخرجات بوزنيقة 1، وهذه فيها اختلاف، يعني على حصة الجنوب شن يكون عندها وحصة المنطقة الشرقية شن يكون عندها وحصة المنطقة الشرقية كذلك والمنطقة الغربية شن يكون عندها. هنا الخلاف الحقيقي سيكون يعني. وساروا على العمل على مخرجات بوزنيقة 1، وهذه المخرجات يعني قالوا اللي احنا من اختصاصنا احنا كمجلس الأعلى للدولة وبنصوتوا عليه هذا اللي بنقبله ملفاته وبنفرزوه ونحيلوه لمجلس النواب. الآن هم أحالوا تقريبا سبعة أسماء، يريدوا من مجلس النواب في هذه المناصب اللي هي بعض منها يعني لم تحسم المناصب، يعني رئيس هيئة الرقابة الإدارية لم يحسم، حسم الوكيل، رئيس هيئة مكافحة الفساد لم يحسم في المجلس على الدولة ولم يستقبلوا ملفاته بل حسموا أمر الوكيل، ويبوا من مجلس النواب إنه هو خلال جلسة يصوت ويختار ثلاثة ويعيدهم إلى المجلس الأعلى للدولة ليختار المجلس الأعلى للدولة ويصوت على واحد من هؤلاء الثلاثة اللي اختارهم مجلس النواب. وعلى العكس تكون الآلية، مجلس النواب في المناصب اللي هو من اختصاصه يختار سبعة ويحيلهم إلى مجلس الأعلى للدولة، يعني يحيل مجلس النواب مفروض رئيس هيئة مكافحة الفساد سبعة أشخاص بعد الفرز والفحص، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبقية المناصب التي لم يتم البحث فيها. طيب، يختار من هؤلاء السبعة المجلس الأعلى للدولة ثلاثة يحيلهم إلى مجلس النواب ليختار منهم واحد. دكتور مجدي، هذه الآلية اللي يسير فيها مجلس الأعلى للدولة مجلس النواب رفضها بتاتا. يعني وفق ما تقول. نعم دكتور مجدي، وفق ما تقول، هل هنا خطوة مجلس الأعلى هي أحادية الجانب؟ واسمح لي أن أحيل هذه النقطة إلى السيد إدريس حميد. سيد إدريس يقول سيد أو دكتور مجدي بأن مجلس الأعلى للدولة يسير وفق خطة بوزنيقة 2 الآن، فهل هي خطوة الأعلى للدولة الآن أحادية الجانب؟ وما الذي سيعيق هذا التقدم في طريق الاتفاق الأخير وفق تقديرك؟ يا للمشاهدين الأفاضل أهلا بك، يا للزملاء وإلى فريق العمل وإلى حضرتكم.
أهلا بك. أعتقد أن الحديث عن التعديل الدستوري 13 لقى معارضة وتباينات. إذا رأينا هيئة صياغة الدستور اعترضت على هذه التعديلات ورأت أنها خطوة تهدف إلى تبيع الأمور وإلى بقاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في السلطة بعد وإهام المجتمع الدولي والمبعوث أنهم يعملون على إيجاد قاعدة دستورية وإيجاد رؤية تذهب إلى الانتخابات. أما فيما يتعلق بالسؤال أن المجلس الأعلى للدولة اختار المناصب السيادية، هذه المناصب السيادية والتي يبدو أن هناك اتفاق عليها بين على الأقل بين رئيسي المجلسين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، سوف تحال إلى مجلس النواب، ولكن أعتقد أن هذه المناصب السيادية لا زالت محل دراسة وأيضا محل نقاش ومحل بحث عن مصالح بين الأطراف، إذ أن في المشهد الليبي يعني أصبح البحث عن الصراع على المناصب واضح، وأكبر دليل هذا العدد 165 اسم أو تقدم لي أو قدم للمناصب. نعم طيب سيد إدريس، اسمح لي أن أعود لي أو أن أذهب للسيد رمضان. سيد رمضان، استمعنا لرأي ضيفي الدكتور مجدي يقول أن اليوم الأعلى للدولة يعمل بشكل أحادي الجانب، أيضا سيد إدريس يقول أن يستبعد أن نكون قد اقتربنا من مسألة حسم هذه الخلافات فيما يخص المناصب السيادية. ماذا عنك سيد رمضان؟ هل ترى أن نحن اليوم فعلا قريبين من أن نوصل لنهاية هذا الخلاف ما بين المجلسين؟ أم أن لازلنا ندور في مسألة المماطلات؟ تحية طيبة. طبعا بالنسبة لعملية حسم المناصب أو تغيير المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من اتفاق مدينة الصخيرات تنص على أن هذه المناصب السيادية يتم التوافق بين مجلسي النواب ومجلس الدولة في عملية اختيار الأسماء، ولكن هذه المسألة لم تتم منذ ما يزيد الآن عن 5 سنوات، وبالتالي أرى أن هذه المحاولة هي تعتبر محاولة من مجلس الدولة للتهرب من عملية الفشل في التوافق حول قاعدة دستورية يجرى من خلالها الانتخابات، وبالتالي لا أرى بأن هذه الخطوة ستكون لها أي نتيجة. طيب أنتقل إلى السيد الدكتور مجدي الشبعاني. دكتور مجدي، يقول لك سيد رمضان تويجر بأن يدورون في نفس الدائرة الآن، التعديل الذي لم يتم حتى هذه اللحظة، نحن أمام ماذا الآن؟ إذا كان مجلس النواب لا يعرف من أين تأتي القوائم وفق أي اتفاق، بوزنيقة 1 أم بوزنيقة 2، وهل خطوة المجلس الأعلى للدولة ستنتهي إلى شيء ملموس ربما، أم سيعود مجلس النواب ويعيد هذه القوائم من جديد دون رد إلى الأعلى للدولة ونعود إلى المربع صفر؟ لماذا توضع المجالس التشريعية حقيقة في الدساتير وفي القوانين التي يتم النص عليها؟ هذه المجالس توضع لأن يكون لها دور حقيقي رقابي، دور في تسمية المناصب، محاسبتها، التحقيق معها، تفعيلها بالشكل الصحيح. ولكن ما نراه الآن أن مجلس النواب والدولة يمر العام ثم العام وهما يمثلوا أطراف سياسية لا يؤدوا دورهم كسلطات حقيقية في الدولة الآن، بل أصبحت يعني عامل عدم الثقة ما بين مجلس النواب والدولة نقلوه حتى في المناصب الفنية اللي هي المناصب السيادية اللي هي تحتاج حقيقة تكنوقراط وتحتاج ناس يعني من نفس المؤسسات ومؤهلين واللي يتقدم ويكون يعني فيهم تساوي الفرص، والليبيين سواء في التقدم لمنصب رئيس المحافظة أو نائب رئيس محافظة مصر المركزي أو رئيس هيئة مكافحة الفساد أو وكيلها أو هيئة الرقابة الإدارية، لا هم قاموا حقيقة بزرع شيء من المحاصصة والتوزيع المكاني
ثم يريدوا أن يضعوا أشخاص يثقوا بهم حتى تكون هذه المناصب يعني تدين بالولاء لهم أو كالسيف الذي يسلط على هذا الأمر يعني. وقد سمعنا يعني بعض التصريحات من رئيس مثل المجلس الأعلى للدولة يقول لا احنا نبوا المنصب الفلاني لأن فيه كذا وكذا، ورئيس مجلس النواب قال نريد مثلا هيئة الرقابة الإدارية لأنها قوية ونريد أن نسلطها على الحكومة يعني. هناك تصريحات ونقاشات في الجلسة وفي الجلسات قالت كذلك يعني. معنى إذا كانت هذه هي رؤى السلطة التشريعية صراحة فهذه مسألة حقيقة خطيرة جدا، وستؤثر على كفاءة ودور هذه المناصب السيادية. يعني حينما نتحدث عن مصرف فيب المركزي اللي هو بيت المال اللي بيحدد السياسة النقدية، وحينما نتحدث عن هيئة مكافحة الفساد التي يفترض بها أن تكافح الفساد اللي هو ضيق على المواطن وفي حقوقه وفي وصول الخدمات إليه، هؤلاء الفاسدون الذين عاثوا في الأرض فسادا، أو ديوان المحاسبة اللي مفروض يفرض الرقابة المالية السابقة واللاحقة والمصاحبة، يعني أعتقد أن التي تتعرض الآن لمسألة انقسامات وضعف نظرا للانقسامات السياسية وحالة هشاشة الدولة وضعف سلطات إنفاذ القانون. فلو نشوفوا يعني شن دورها هذه المناصب، وقد بنيت حقيقة على مسألة عدم الثقة أو الولاءات إلى أطراف سياسية بعينها أو أحزاب سياسية بعينها. فأعتقد أن المبادئ أو المعايير التي يعمل عليها رئيسا مجلس النواب والدولة هي مخالفة أولا للدستور، فالدستور يقول اللي بيونا سواء، ويحرص الدستور على مبدأ تكافؤ الفرص. الاتفاق السياسي الذي جاء بمسألة التوافق ما بين مجلس النواب والدولة على المناصب السيادية وبعض المناصب السيادية، لأن ليس كل المناصب السيادية مذكورة في الاتفاق السياسي، نص على التوافق من خلال أطر سياسية بما لا يخالف التشريعات الوطنية التي أنشئت عليها هذه الجهات، يعني بما لا يخالف قانون المصارف، بما لا يخالف القانون رقم 11 سنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما لا يخالف القانون رقم 19 بإنشاء لسنة 2012 بإنشاء ديوان المحاسبة، أو القانون رقم 20 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. يعني هذا التوافق أو حتى ما يسمى بوزنيقة واحد أو بوزنيقة اثنين، التوافق اللي تم في الصخرات، يعني لم يتم دسترته. يعني حتى القوة القانونية الدستورية اللي على أساسها أنني أجعلها اتفاق سامي، مسألة المرجعية الدستورية دكتور مجدي سنعود لها بالتأكيد. نعم. التي أثرتها حضرتك سنعود لها للنقاش فيها بشكل أعمق. اسمح لي أن أذهب لسيد إدريس. سيد إدريس، هل توافق الدكتور مجدي فيما يقول بأن الانطلاق من مبدأ المحاصصة يتعارض مع الكفاءة في هذه المناصب السيادية؟ نعم، بكل تأكيد أن إذا كانت هناك محاصصات إذا نحن لم نفعل شيء وبقينا في نفس تجربة السنوات الماضية في المحاصصات وعدم الكفاءة، وأيضا المصالح الضيقة من لدن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في هذه الاختيارات. لذلك أيضا أعتقد أن موضوع المناصب السيادية هو ربما سوف يطول ويؤخر موضوع إيجاد قاعدة دستورية، قاعدة دستورية للانتخابات. وأيضا نذكر أن هيئة صياغة الدستور تعترض على هذه الإجراءات، وترى أن الاستفتاء على الدستور هو أولوية، لأن الدستور هو منذ 2017 وهو حبيس الأدراج. وتحدثت عدة مرات أن الدستور الذي فتح في من أجل هذه اللقاءات التي تتم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون يعني لماذا يعني تم صياغة الدستور ووضعنا هذه السنوات، والآن دخلنا في موضوع القاعدة الدستورية، وأيضا لا ننسى موضوع شروط الترشح وغيرها من النقاط. لذلك أعتقد أن هذه الإجراءات لا زالت إجراءات تشوبها المصداقية وتشوبها. أيضا نذكر أن بعض أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب يعترضون على بعض النقاط، على التعديل الدستوري، على المناصب السيادية. فهناك ايضا لم نسمع يعني موقف مجلس الدوله. ايضا نذكر ان المبعوث الدولي السيد عبد الله باتيل الاممي طالب بصريح العباره ضروره يعني الاتفاق، يعني يكون اتفاق واضح وقابل للتنفيذ، يعني نضع تحت خطين. يعني هذه نقطه يجب ان نهملها ويجب ان يتم طيب. مناقشتها وتفكيك هذا الرأي. نعم اسمح لي أنتقل إلى الدكتور أو الأستاذ رمضان تويجر. أستاذ رمضان،
يعني ما مدى دستورية أو قانونية هذه النقاشات بين مجلسين عمر أحدهما حوالي 9 سنوات والآخر 11 سنة على مناصب بعضها باق فيها المسؤول عليها كمصرف ليبيا المركزي لاثني عشر عاما؟ يعني يحاولون تقاسم مناصب معنية بمواطن مكلوم منذ 12 عاما وربما لنصف قرن تقريبا، ما مدى دستورية وقانونية هذه الخطوة برأيك؟ نعم، هو بالنسبة للأجسام قد فقدت مشروعيتها فعليا قانونيا وأخلاقيا، ولكنها الآن أجسام قائمة بحكم الأمر الواقع تفرض نفسها على الشعب الليبي بسبل وبطرق مختلفة، منها بما تملكه من أدوات محلية أيضا وما تنفذه من أجندات خارجية. ولكن في جميع الأحوال إن مثل هذه الأجسام وهذه الأنظمة الدستورية التي تم اعتمادها مثل ما هو وارد في اتفاق الصخيرات والذي تم دستورته وفقا للتعديل الدستوري 11 وأصبح جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الليبي، فإن روح النص الدستوري في اتفاق الصخيرات يعني ينص بشكل بما لا يدع مجال للشك إلى عملية غرس المحاصصة في ليبيا وجعل المحاصصة قاعدة دستورية لإدارة البلد كما هو حال العراق وحال لبنان، وأيضا ضمان عملية يعني تشتت مركز صناعة القرار بحيث أن كل مجلس من هذه المجالس لا يستطيع صياغة تشريع أو قرار أو اعتماد أي رئاسة لأي هيئة دستورية مستقلة إلا بعد مشاورة أجسام وجهات أخرى. وبالتالي إن استمرار النظام الدستوري الحالي القائم على اتفاق الصخيرات لن يؤدي إلا لضمان استمرارية ضعف الدولة الليبية. طيب سيد رمضان، ماذا عن بعد تمرير الدستور؟ يعني هل سيتم إعادة النظر في هذه المناصب من جديد؟ بالنسبة إلى التعديل الدستوري 13 هو عبارة عن أخذ نظام الحكم الوارد بمشروع الدستور الليبي الذي تم إصداره من هيئة صياغة الدستور مع إلغاء بعض المواد التي تخالف وتتعارض مع مصالح بعض الأطراف المسيطرة على الأرض اليوم في 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 ليبيا. ولكن حتى هذا التعديل الدستوري 13 يفقد إلى شرعيته نتيجة لمخالفته لإجراءات التعديل الدستوري الواردة بالإعلان الدستوري، وأيضا تم تأجيل النقاط الخلافية على سبيل المثال المادة المتعلقة بشروط انتخاب شروط ترشح رئيس الجمهورية، فإن هذه المادة تم إحالتها إلى قانون، وبالتالي هم لم يستطيعوا حسم هذه المسألة في هذا الظرف الحالي بالذات، وبالتالي لن يستطيعوا ايضا حسم هذه المساله في قانون. هذا نعم. من ناحيه، من ناحيه اخرى التعديل الدستوري 13 والذي تضمن نظام حكم جديد وارد بمشروع الدستور مبني على سلطه تشريعيه يعني مكونه من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ، سيكون هناك معايير اخرى لتوزيع المقاعد في ليبيا تختلف تماما عن المقاعد الحاليه اليوم وعن مجلس النواب القائم اليوم ب 200 نائب، حيث انه في مجلس النواب الوارد بالتعديل الدستوري 13 قوي المعيار السكاني على المعيار الجغرافي، وبالتالي هذا الامر سيؤدي الى اعاده النظر في توزيع عدد المقاعد بين المناطق الليبيه واضح. التاريخيه الثلاث، ايضا بين كل منطقه من هذه المناطق. نعم. والظروف الحاليه في السنه وسط الانفلات الامني والتمزق السياسي لا تسمح بالقيام بمثل هذه الخطوه، بالتالي هذا الامر سيستغرق العديد من الاشهر. طيب. وان لم يكن من السنوات. واضح. بالتالي هي محاوله في الازمه في ليبيا. واضح. اعود الى الدكتور مجدي الشبعاني. دكتور مجدي، هل هذا الرقم يعد منطقي بالمقارنة مع المتطلبات لكل منصب من المناصب السيادية؟ برغم أننا نتحدث عن وكيل ونائب ليست برئاسة هذه الأجسام وفق الاتفاق.
أعتقد أن المعايير أو التي وضعها مجلس الأعلى للدولة هي كانت معايير عامة يعني بصراحة، ولكن يعني أنه إن وضع معيار مثلا أن يكون من قياديي مثلا ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد أو سن خبرة معينة مثلا في مجال المكافحة مثلا أو ديوان المحاسبة أو مجال المصارف على الأقل، يعني الشروط لما تكون عامة. احنا وجدنا أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة مرشح مدفوع به وبقوة أن يكون رئيسا لديوان المحاسبة، وهذا أعتقد مخالف حتى للنظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة ومخالف لمسألة حتى شفافية هذه التوافقات يعني. إذن كيف سمح المجلس؟ نعم، هذا السؤال اللي يطرح نفسه يعني، هل 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 هذه الخيارات بالفعل تتم بشكل شفاف ووفق التشريعات أو اشتراطات التشريعات الداخلية لهذه المناصب السيادية ووفق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأكفأ والأجدر والأقدر على فرض الرقابة، أم على مسألة مبدأ أن هذه حصتي واللي هو أفضل أو الأقرب أو الأأمن أو الأولى يدين بالولاء لي كمؤسسة أو كفرد هو من يتم التمهيد له كطريق؟ حقيقة هو حتى في العمل السياسي لا يتم سلوك مثل هذا الأمر. فأعتقد أن مجلسان النواب والدولة يسيروا وفق سياساتهم إلى تجدير بعض الأخلاقيات أو إلى غرس أو تأطير بعض السلوكيات في أطر دستورية وقانونية، يعني حيفرض علينا مسألة الأقاليم، حيفرض علينا مسألة المحاصصة، حيفرض علينا بعض الرضا بالشخص اللي غير كفو شرط أنه يكون من المنطقة الفلانية، مش مشكلة، ولكن ماذا سيحدث في هذه المؤسسة؟ شن دورها؟ كيف مثلا هذه المؤسسة تؤدي دورها في المحافظة على السياسة النقدية من عدمه؟ هذه المناصب السيادية حقيقة يجب تجنيبها هذه المناكفات السياسية، ويجب إبعادها عن لكونها فنية بامتياز ولكونها دورها تقدم خدمات للجميع، ولكون إن أي خلل أو اختلال يحدث في هذه المناصب ستكون العواقب وخيمة على كافة الليبيين، يعني لأن أدائها ودورها مهم جدا وحيوي جدا. مسألة ضخ الدماء في هذه المناصب هي مسألة مهمة جدا كذلك، رغم أن القانون حصن شاغليها من العزل ومن التدخل في صلاحياتهم، ولكن هذا الأمر أعتقد بهذه الطريقة يجعل لنا أن هذا الملف لن يحسم في خلال وجود مجلسان النواب والدولة. فهذه الحالة تدل على أن مجلسان النواب والدولة عاجزين حتى على مسألة بسيطة من اختصاصهم لأوكل الاتفاق السياسي لهم ذلك، وهي مسألة التوافق. لهذا هم يعني أعتقد بأنهم بهذه المناكفات دكتور اسمح لي أمد البقاء. طيب اسمح لي بس دكتور في نقطة حقيقة أنت أثرتها عن مسألة ترشح أعضاء من مجلس الدولة لهذه المناصب السيادية، أنتقل بها للسيد إدريس. سيد إدريس، عدد 28 مرشح من مجلس الدولة وحده من أصل 165، هل تنطبق فيهم الشروط المفروض أن تكون موجودة في هذه المناصب السيادية وفق تقديرك؟ الحقيقة أنا يعني لم يتم الاطلاع على مؤهلاتهم وخبرتهم، وهذا ربما يكون لاحقا إذا تم هذا الأمر وتم الموافقة عليه في مجلس النواب. وأعتقد أن الاتفاق هو كان بشكل محاصصة بين رئيسي المجلسين على مثل منصب المحافظ ونائب المحافظ، ويعني هذه المحصصات التي ادخلنا فيها. لذلك اعتقد ان بهذه الطريقه وبهذا النهج لن يكون هناك يعني اختيار حقيقي او مواصفات او شروط او مؤهلات لمن يكون في 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 هذه في هذه المناصب السياديه، وسوف تحضر المصلحة الضيقة والمحاصصة والأمور التي تعودنا عليها منذ سنوات، والتي أدخلت البلاد في هذه الأزمات التي نناقشها بين الحين والآخر فيما يتعلق بهذه التصرفات. يعني الحقيقة الأمر ضبابي وأيضا إشكالية واضحة، وأن المجلسين ليس لهم قدرة على الاختيار،
وان المجلسين لهم اطراف اخرى تضغط عليهما من اجل البحث عن المصالح. في ظل هذه الامور ارى ان من الصعب، وان كان ربما هناك بعض الخيارات الجيده، ولكن ايضا نطرح سؤال، يعني هل سوف تسلم هذه الاطراف السياديه اماكنها؟ يعني على سبيل المثال مصرف المركزي، يعني هل سيسلم؟ ونعرف ان تم في السابق هناك اختيار لمحافظ مصرف المركزي، يعني يجب ان نستحضر العامل الخارجي ودوره. ايضا لم نسمع ايضا اي تصريح من الدول المتدخله في ليبيا عن هذا التعديل الدستوري وعن ما يحدث. ايضا اشرت نقطه مهمه استاذ ادريس، نقطه مهمه جدا. نعم. وهي قبول الاطراف باسماء المترشحين بعد نيلهم ثقة مجلس النواب ربما أو في الخطوة المقبلة. دعني أحيل هذه النقطة إلى السيد رمضان تويجر. سيد رمضان، يعني الآن ما السيناريوهات المحتملة أمامنا وفق معطيات الحالي؟ هل مجلس النواب سيقبل بخطوة الأعلى للدولة أم ربما نعود إلى النقطة صفر والمربع ما قبل الأول؟ أننا فعليا في النقطة صفر لعدة أسباب. أولها عدم رضا مجلس الدولة على التعديل الدستوري 13 الذي تم من قبل مجلس النواب، وهذا الأمر سيتضح وسيظهر جليا للعلن خلال الأيام الأسابيع القادمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أما عملية المناصب السيادية هذه، لا أرى أنها سترى النور وستتأثر بشكل مباشر بعملية عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي تم تبريرها وفقا للتعديل 13 من قبل مجلس النواب. وبالتالي سنبقى في ذات الدائرة المفرغة والتي لن تؤدي إلى أي نتيجة. الطريق الأقصر والأنسب لتحقيق العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن هو أن يتم التوجه لاعتماد قاعدة دستورية بمنشور رئاسي صادر من قبل المجلس الرئاسي الليبي، ويقول بشرط ان يكون مدعوم من قبل الاطراف المسيطره في شرق البلاد وفي غربها وفي شمالها وفي جنوبها، وايضا يتم هذا الامر بدعم من البعثه الامميه في 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 ليبيا، وايضا تتم مباركه هذه المبادره من قبل الاطراف الدوليه المتدخله في ليبيا. عدا ذلك لن نرى اي عملية انتخابية أو أي قاعدة دستورية من الممكن أن ترى من خلال هذه الفترة. أشكرك سيد رمضان تويجر القانوني والباحث السياسي. أيضا الشكر لأستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، وأيضا من سبها الباحث السياسي والصحفي درس حميد. أما الآن مشاهدينا، نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الماضية. في جولتنا بين الصحف، المنفي يؤكد على ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات وتدفق النفط وإبعاد عناصر فاغنر، أولويتان للقوى الغربية في ليبيا. كل هذا وأكثر نتابعه في هذه الجولة الصحفية. نستهل جولتنا مع صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت تحت عنوان: المنفي يؤكد ضرورة وضع قوانين للانتخابات الليبية قبل نهاية أبريل. أشارت الصحيفة إلى دعوات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لإنجاز قوانين توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة قبل نهاية أبريل المقبل، في مسعى للضغط على مجلسي النواب والدولة للإسراع بوضع قاعدة دستورية للانتخابات، واتساقا مع دعوات أممية وإيطالية في هذا الشأن.
وفي ذات السياق سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الذي اتهم الأطراف جميعها في ليبيا بعرقلة الانتخابات، مؤكدا قدرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على إجراء الانتخابات. أما صحيفة القدس العربي فكتبت تقريراً بعنوان تدفق النفط وإبعاد عناصر فاغنر أولويتان للقوى الغربية في ليبيا. يرى الكاتب أن السيناريو الأكثر تداولاً حالياً هو تشكيل حكومة جديدة يستبعد منها كل من الدبيبة والمشري وعقيلة صالح، وتقتصر مهمتها على إعداد انتخابات عامة بعد الاتفاق على مرجعيتها الدستورية. تناولت الصحيفة تحركات واشنطن الأخيرة في ليبيا والمتمثلة في زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي ترجح الصحيفة بأنه مارس ضغطاً قوياً على المشير خليفة حفتر أثناء اجتماعهم في بنغازي للتخلي عن مجموعة الفاغنر المنتشرة في الجنوب والشرق الليبي، وأن مصلحة واشنطن تكمن في ألا يؤدي انهيار العملية السياسية في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة تكون فاغنر طرفاً فعلاً فيها، وأن يستمر تدفق النفط والغاز الليبي كي لا تتعمق أزمة الطاقة في أوروبا في ظل تراجع إمدادات الطاقة الروسية خاصة بعد قرار تسقيف أسعارها. أما جريدة الصباح كتبت عنوان ليبيا في ذكرى انتفاضة 2011 تدفق النفط وإبعاد عناصر فاغنر أولويتان للقوى الغربية. فوفقاً للصحيفة يستقبل الليبيون الذكرى 12 لانتفاضة 2011 بكثير من المرارة لإخفاق السياسيين والمدعومين من قوى إقليمية ودولية معروفة، وفي ظل وجود قوات أجنبية على أرضهم وخاصة الروس والأتراك. يرى الكاتب أن جميع التصريحات الموحية مباشرة أو مداورة بوجود اتفاق على إبعاد مرتزقة فاغنر من الأراضي الليبية لا يمكن الوثوق في صحتها إلا متى وضعت على المحك وبدأ الانسحاب فعليا. ومن الواضح أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية مارس ضغطا على المشير خليفة حفتر من أجل التخلي على مجموعة فاغنر الروسية بحسب الصحيفة. إذن في مصر أكبر تلوث بالبلاستيك في الشرق الأوسط وإفريقيا، يسعى رواد أعمال شباب إلى إعادة تدوير ملايين الأطنان من البلاستيك الملقاة في النيل والبحر المتوسط ومكبات القمامة المفتوحة. في مصنع في ضواحي القاهرة تديره الشركة الناشئة تايل جرين، يطغى هدير مطحنة البلاستيك على كل الأصوات، وتبتلع الآلة كمية ضخمة من البلاستيك من كل الألوان لتخرجها على شكل طوب داكن اللون صلابته ضعف صلابة الأسمنت، ليستخدم لتغطية الأرصفة والمسالك في الهواء الطلق ومواقف السيارات. تعتبر مصر البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم العربي أكبر ملوث بالبلاستيك في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق دراسة أجراها خبراء متعددو الجنسيات ونشرتها مجلة ساينس العلمية. وتنتهي معظم نفايات البلاستيك التي تصل إلى 5.4 مليون طن سنوياً في مصر في مكبات غير قانونية، ويتم التخلص منها بعد ذلك في النيل والبحر المتوسط حيث تتسبب في تسميم الحياة البرية. وحذرت دراسة في عام 2020 من أن 3/4 الأسماك والتي يتم اصطيادها في القاهرة تحوي جزيئات صغيرة جداً من البلاستيك. في الإسكندرية على الشاطئ المتوسط في شمال مصر تبلغ نسبة الأسماك التي تحوي تلك الجزيئات 92% وفق باحثين في المعهد المصري لعلوم البحار والمصايد. وتسعى تايل جرين إلى تدوير ما بين 3 إلى 5 مليار كيس بلاستيكي بحلول العام 2025، وكانت بدأت بيع الطوب العام الماضي وأنتجت حتى اليوم 40,000 طوبة. وتعهدت مصر ذات 104 ملايين نسمة، والتي يؤكد البنك الدولي أن 67% من النفايات فيها لا تعالج بشكل مناسب، بخفض استهلاكها من البلاستيك ذي الاستخدام الأحادي بمقدار النصف بحلول عام 2030. ولكن شباباً ساعيين إلى حماية البيئة ومهندسين لم ينتظروا ذلك، بل قرروا استخدام نفايات البلاستيك على الفور، فبدأوا باستخراج البلاستيك من النيل، ويتولى المهندسون الإشراف على تحويله إلى طوب، وهو البديل الأخضر للطوب الإسمنتي، والذي يؤدي تصنيعه إلى توليد كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة. وفي الختام مشاهدينا هذه العناوين. بعد إجازة مجلس الدولة لعدد 28 مرشحا لشغل المناصب السيادية، هل سينتهي صراع دام لسنوات؟ المناصب السيادية في ليبيا إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة أم مساع لحصد المكاسب؟ وفي الختام زوروا موقعنا الوسط.ly. إلى اللقاء. إلى اللقاء.